أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع جديد المرة هاي. تمام، مش جديد كتير، مش جديد قديم يعني، بس إنه في موقع تقريبا جديد. إحنا معلش يا إخوان، عشان رمضان وعشان الوضع تبع رمضان، صيام وما صيام والشغلات هاي، تمام، شوية يعني بنكون معصبين في الفيديوهات وبكون تعبانين يعني. بصراحة أنا بنتعب عشانكم، نطلع بنصور عشانكم، نتعب عشانكم عشان توصلوا لمرحلة إنكم تتعلموا على الإشارات، تتعلموا على الوضع اللي موجود. طبعا مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس يا اخوان، ويعطينا اللايكات الحلوة من عنده، تمام، والتعليقات الحلوة طبعا تبعتكم اللي بنحب احنا يعني نقرأها ونعرف شو بتفكروا ونعرف شو الوضع تبعكم، يعني زي الإحصائية احنا بنعملها. طيب اليوم سألوني يا اخوان كثير عن اشي اسمه نوع الجرن، يعني انا كيف بدي اعرف نوع الجرن اللي موجود عندي، تمام، يعني شو بده يعرفني نوع الجرن اللي موجود، وكيف انا بدي احذر انه هذا الجرن شو هو، تمام. صراحه هو هذا اشي مهم جدا، تمام. راح نشوف اليوم اكثر من جرن ان شاء الله، ان نلحق ان نشوف اكثر من جرن، ماشي، راح نشوف اكثر من جرن. مثلا على سبيل المثال عندي هذا الجرن زي ما احنا شايفينه، بسم الله، عندي هذا الجرون طبعا كاسرينه هم الجماعة شكلهم ولا اشي زي هيك، تمام، عندي هذا الجرون، هذا هو، تمام، سهل جدا يا اخوان، معاه شطفة، بمشي باتجاه الشطفة بغض النظر ايش هو، تمام. الاشارة الوحيدة اللي ما بدي ادور عليها واللي هي مهمة جدا 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 اللي هي اشارة اللجف يا اخوان، اهم اشاره، اهم من جرون واهم الامور هاي. على كل الاحوال احنا بدنا نعرف اليوم نميز بين الجرون والاخر. هي حكينا على 3 بـ3 يا اخوان، حكينا عنه تثبيت من 1 بـ1 لـ3 بـ3 تثبيت، ماشي، حكينا عن من بعد 3 بـ3 لحد تقريبا 6، ماشي، فاحنا قاعدين بنحكي مثلا عن قبر، خلينا نحكي على سبيل المثال، يعني احنا بنحكي على سبيل المثال نحكي عن قبر، طبعا بغض كله هذا بيلعب دور اللي هو الإشارة الرئيسية والصخرة نفسها ووضع الصخرة نفسها، يعني حتى الصخرة لها وضع معين، ماشي، يعني يوم الجرن لما بيجي بميلان مثلا غير الميلان الصخرة، مثلا أجا بميلان غير ميلان الصخرة، بروح باتجاه الميلان تبع الجرن، لكن الصخرة اليوم إذا كان فيها ميلان بروح باتجاه الصخرة، تمام؟ بدي فهمكم اياها في المباشر، هون فهمكم اياها في المباشر. طيب حكينا عن 3 بـ3، بنحكي عن جرن تثبيت لإشارة، الله اعلم وين بدها تكون الإشارة او وين مكانها او ايش هي الإشارة. الان حكينا عن، خلينا نحكي من 3 بـ3 لحد تقريبا 5 بـ5 هو جرن تثبيت، بعديه مثلا 6 × 6 × 6 6 × 6 اللي هي هيك 6 × 6 لحد 12، بنحكي مثلا لا حتى لحد 8 بنحكي قبر، لأن الآن بشتغلش في القياسات وعرفتوا كيف، فمش عارف شو أحكي لكم عن القياسات. مثلا بنحكي عن قبر، الآن من 8 لـ17 مثلا بنحكي عن جرون مغارة، هذا جرون مغارة اللي هو زي هيك، هاي قياسه شايفينه، هذا هو قياسه، هاي نحكي عن جرون مغارة. ما زاد عن هيك مثلا بنحكي عن أبيار، بصير ندور على شيء اسمه أبيار، تمام، هيك بنشتغل احنا على الجرون. انا بدي اياكم بس تتعلموا انه يعني ما حدش يزعل مني، يعني انتم بتروحوا بتلفوا بتدوروا وبتلفوا بتدوروا وبتلفوا بتدوروا على هالقناه، من القناه هاي للقناه هاي للقناه هاي، بتزوروا لكم 20 قناه عشان تدوروا على جرون يا اخوان. الله اكبر الله، خليني بس خلص الظهر العصر اسف وبنرجع ان شاء الله، تمام. طب انا سأفرجيكم هاي بس خلص الاذان، استنوا شوي، تمام يا اخوان، وضحت الصورة الآن بالنسبة للجرون، وضحت. طبعا مش كل جرن صغير يا اخوان هو جرن تثبيت، ومش كل جرن، يعني قلت لكم انا حسب طبيعة الصخرة وحسب طبيعة المكان وحسب طبيعة الوضع كامل، تمام. يعني هسه هون في جرون كثير مثلا ما بعتمدهم هذولا، احكي عنهم جرون قبر ولا جرون تثبيت ولا الى اخره، تمام. عجبتني هاي، هسه انا بدور لكم على جرون ثاني. ترى جماعة ايش مشتغلين يا اخوان، مشتغلين على شرط لجف، لانه صراحة يا اما معهم جهاز او سياخ يا اما مش عارف شو الاشارة اللي هم شغالين عليها صراحة، تمام. لكن هسه نشوف اذا في اشارة، في عندي جرون قبور موجودين هون، تمام، عندي مربط، هاي مربط
ماشي ممكن هاي شغالين على تشكيل مغارة يا اخوان، هاي تشكيل المغارة شايفينه حلو، بس وين السيال اللي نازل؟ يعني المفروض انه في سيال. اوكي اوكي اوكي، الان هذا نازل هيك، نازل مع السيال عند وين؟ عند اشارة اللجف. تمام، عندي اشارة لجف هون، عندي اشارة لجف صحيحة 100% هون. هيا يا اخوان شايفينها اشارة لجف مزبوطة 100%. عشان اللي يجي يقولنا اشارة اللجف اشارة اللجف، هاي اشارة اللجف يا اخوان شايفينها كلها طينة، مليس تليس طينة. خلينا اصور لكم اياها من هون من قدام الاشارة عشان تشوفوها. دقيقة، مليسة بالطينة في الحكمة، ايش هاي التراب مطمم. هاي يا اخوان ها، ايش اذا واضحة هيك او لا. تمام، هاي اشارة اللجف نزولا، شايفين الرصف كيف اجى تحت اشارة اللجف؟ هاي اشارة اللجف تحتيها رصف حجار، معرفش مبينة ولا مش مبينة، انا مش شمس مش شايف شيء. تمام، تحتيها يا اخوان رصف حجار شايفينه، هيو رصف حجار، هاي اشارة اللجف، هيها من هون لاجفين صحيحة، حتى اشارة لجف مستطيل ناقص ضلع شايفينه، هذا هو مستطيل ناقص ضلع، هذا شغالين شغل صح. تمام، شايفين الرصف الحجار كيف جاي، هذا هو رصف الحجار، لان لاجفة معاهم تحت فاتحة معاهم مغارة، هي هي من هون فاتحة من هون. تمام، فاتحة معاهم مغارة وفراغ تحتها، خلاص انتهى. هاي اشارة اللجف، هاي اشارة اللجف البسيطة ماشي، ترى محلاها كيف نازلة، كيف رصف الحجار بيجي. تمام، شوف كيف الفراغ، كيف الفراغ يا جماعة، كيف الفراغ فتح معاهم تحت، انا مش قادر اصورها صح لكن حلوة كثير. هذا الفراغ اللي تحتها ماشي، اذا مبين او لا، فراغ فاتح معهم، فراغ كبير كبير كثير، مش شوية، هيو هون هيك نازل تحت تنزول، لكن إشارة صحيحة، إشارة صحيحة. اجتهدوا واشتغلوا، ما بتعرف أول ما بتعرفوا اشتغلوا على جهاز أو على سياخ أو على إيش اشتغلوا، لكن منها اجتهدوا واشتغلوا. ولسه إحنا بنحكي في الجرن، ولسه بنقول الجرن الفلاني والجرن الفلاني وجرن 10 سنتي وجرن 5 سنتي. والله يا أخوان إنه ما بعرف كيف الوضع يعني. جماعة هون طلع قديش، مترين اللجف تبعهم، بس دخلت معهم على المغارة، دخلت على معهم على المغارة. ليش نحكي هيك؟ ليش يا اخوان مدور قاعدين على جرن نلف القنوات كلها، وبيجوا بيقول لك هذا المني عارف ايش هي الفيزيائية المش عارف شو هي، وهذا الثاني ابصر شو بحكي لك، والثالث ابصر شو بحكي لك. واحد بيمشي مع لجف هون، مع لجف بفتح معاه في مغارة وفراغ وبترزق صراحة، بترزق لأنه مبين انه هو مترزق منها. تمام، مبين انه هو مترزق منها وطالع منها قرشين حلوين. تمام، شوفوا هاي بدل على بير مثلا، هذا جرن بدل على بير كبير كبير، لكن جرن مرتب والله، وممكن يكون تحته قبر يعني اصلا، شكله حلو وممكن يكون تحته قبر، هذا الله اعلم. هاي نحن بنلفلف قاعدين وبنشوف شو وضع، بس حلو حلو اللجفة يا اخوان، واحد لاجف لجفة صح. هذيك مثلا هذا جرن تثبيت، هيو جرن تثبيت صغير، بدي اوريكم انواع الجرون، لانه بصراحه كل ما انزل مباشر يا اخوان، كل ما انزل مباشر يجي واحد يجي يقول لي عندي جرن 3x3 عليه شطفة، ويجي واحد يقول لي عندي جرن ماني عارف ايش، فبدنا نخلص من هالسلافة يا اخوان، بدنا نخلص من هالسلافة. شوف على ايش وقعنا هون، وقعنا وقعة مرتبة يا معلم، والله وقعنا وقعة مرتبة 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 يا اخوان، والله لا اعلم انه هنا في هاي الاشي المرتبة، شايفينها هاي الجرة، شايفينها كيف؟ والله مرتبة
هاي هاي جر. طبعا سبحان الله، مش انا اللي بدي احكي، الصخره هي اللي تحكي. بدي اظني ساكت يا اخوان. طبعا اشاره جره عندي هون، اشاره جره والله العلي منها. اذا حكينا اشاره جره ممكن تكون قبر وممكن تكون تكنيزيه، ما بقدر اعرف. طيب شوفوا الاشاره هاي، هسه راح اسكت. ماشي راح اسكت انا، تفرجوا انتم. بدي اشيل الشنطه، بس استنوا استنوا شوي، بدي اشيل الشنطه عشان اصور لكم الصخره كلها. ماشي هاي اشاره الجره والاخوان، انا ما بعرف انه في اشاره جره، اقسم بالله هاي اشاره الجره حلوه حلوه كثير، الاشاره مرتبه. وهي الصخره راح اظني ساكت. يا مش قادر اظل ساكت اخوان. طبعا اشاره تجفه. طيب خلينا نمشي مع بعض. طبعا اشاره الجره هون، هاي اشاره الجره تمام ممتازه 100%. ميلان الصخره اللي جينا حكينا عنه، ميلان الصخره كويس نازل معي. طبعا جرن تثبيت هون مع اتجاه توجيه، يعني جاي هيك الجرن معاه جرن تثبيت ثاني. هذا جرن تثبيت اخوان، ثلاثة بثلاث شايفينه، ايوه اثنين اثنين واحد بواحد، ثلاثة بثلاث معاه سيال اتجاه مع ميلان الصخرة مع الشغل هذا مع الاخره، بيجي عنده وين للاخر لاشارة اللجف. انا حطيت اشارة اللجف يا اخوان، والله العظيم ما هو انا اللي حطيته، اقسم بالله العظيم مش انا اللي حطيت اشارة اللجف يا اخوان. دقيقة، احنا قلنا ان نجيب السيفتي دائما، لازم تكونوا حماية الله طبعا تمام، لكن ضروري احنا بننادي في هاي القناة على اشي اسمه دير بالك على حالك وانت بتحفر، هاشتاج دير بالك على حالك وانت بتحفر، هاشتاج شكرا كورونا، هاشتاج دير بالك على حالك وانت بتحفر. ما بدنا حدا ينأذى يا اخوان، لانه اللي بينأذوا صاروا كثر. هاي انا يا اخوان ما عملتش اشارة اللجف هاي، دقيقة والله ما هو انا اللي عملتها، اقسم بالله العظيم ما هو انا اللي عملتها تمام. هاي اشارة اللجف، مين اللي عملها هاي؟ انا ماشي. هاي تابع للاشارة تبعت الجرة، هاي اشارة الجرة، هاي ميلان الصخرة نازل، ميلان الصخرة مع تثبيت اول مع تثبيت ثاني، ماشي مع ميلان الصخرة مع إشارة لجف بسيطة. طلع إشارة اللجف كاين عليها مربط من هون، كاين في مربط من هون مكسور تمام، مربط تأكيدي هذا على إشارة اللجف، تأكيد على مكان الحفر تمام. أفحص لكم إياها فراغ، هنفحصها فراغ، من فراغ بدنا نفحصها، بدناش نفحصها شيء ثاني، فراغ ما عدنا بدناش نفحصها تمام. أنا اليوم لحالي فقسنا باسم ما جاش تمام، بنفحصها بس فراغ، ونفحصها معدن هسه بنشوف. ما دام اسمع لازم استخدم ايدي الثنتين، مش راح اقدر استخدم ايدي الثنتين تمام. طيب نفحصها فراغ يا اخوان. ماشي هاي الاشارة اللجف، ما بداخذ الاشارة الرئيسية اللي هي اشارة الجرة، ما بداخذها، بداخذ اشارة اللجف يا اخوان. طبعا اشارة الجرة اعطيكم سر الها، اشارة الجرة مكان الحفر تبع اشارة الجرة لا يبعد عن اشارة الجرة نهائي، خليكم تمام. السر اللي بدنا نحكي فيه اللي هو اشارة الجرة، هاي اشارة الجرة او اي اشارة جرة موجودة في الوطن العربي والوطن اللي مش عربي والوطن اللي بعد الوطن العربي تمام، كلها المسافة حواليها، المسافة حواليها لا تتعدى الثلاثة متر في ثلاثة متر يا أخوة تمام. يعني دفين إشارة الجرة حواليه لا يتعدى ثلاثة بثلاثة
تمام، هذا السر عشانكم. يعني اذا بلاقي اشارة جرة هون ماشي ما بروح على اخر الدنيا، الا اذا اشارة الجرة كانت مثلا على 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 سبيل المثال احنا بنحكي متر ونص في متر ونص، تمام، او متر ونص في متر، هاي بقول فيها توجيه، فيها توجيه لمكان ثاني، تمام. وهي اللي زي هيك بتكون طبعا بتكون يا اما واقفة بشكل رأسي، هي على يعني لازم تكون واقفة اصلا بشكل رأسي، لازم تكون واقفة بشكل رأسي زي المراية، يعني بتوديك على الموقع، تمام. لكن الجرار اللي زي هيك، اشارات الجرار اللي زي هيك يا اخوان ماشي، لا تتعدى الثلاثة في ثلاثة نهائي. يعني بيجي بقول لك انها بعيدة عنها مترين، بعيدة عنها 10 متر 20 متر 30 متر، لا تردوا على الحكي يا اخوان، هذا حكي مش صحيح. الشارة الجرة لحد اقول لك خليها توصل 70 سنتي ماشي، هي في نفس المكان، ثلاثة في ثلاثة في نفس المكان ماشي. اللي بلاقي اشارة جرة جيب جرافة ويقب الارض من اولها لاخرها بيطلع الدفين تبعه. على كل الاحوال بدنا نفحصها، احنا بدنا نعرف فحصها مظبوط ولا لا، احسن نجيك وشوف في جوا الشندوق. تمام. الان هاي الاشارة خلفي، باخذ لها سيلفي، هاي الاشارة خلفي، خلينا تمام. هسه بحط الاشاره وراي، تمام، وبمسك السيخ وبروح باتجاه. يا اخوان والله سهله، والله بسيطه، سيخ باتجاه وخلاص، هاي هي كل السلافه ماشي. ها تمام، والله انها كبيره هي. برجع بعيد لكم اياها كمان مره، نحكي على 1 2 3 4 5 6، تقريبا 6، يعني مقبرة حلوة. برجع لكم كمان مرة، تمام، هي 1 2 3 4 5، تقريبا هون 6 6 ونص، تقريبا 6 ونص يا اخوان، تقريبا 6 ونص، تمام. استنوا خلينا نشوف هاي شو هي. الله العليم انه في بير هون، تمام، تقريبا 6 6 ونص يعني. اوكي، هاي شفتوا قديش سهلة؟ طب خلينا نشوفها معدن. هاي حطينا سيخ الفراغ بالشرطة، وهي سيخ المعدن، تمام. خلينا نشوف فيها معدن ولا لا. طبعا انا راح افحصها بدون ما اشرحها هسه، لانه انا بدي افحصها بطريقتي، عرفتوا كيف؟ لأعرف فيها معدن او لا. يعني اشارة الجرة هل تعني هاي وجود معدن موجود هون او لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا بفحصها بطريقتي يعني، بس انسوا انه بديش اشرح الفحص، هذا فحصي انا. وبعدين راح اسالكم شو اخبار الفحص، كيف الفحص طلع. هاي انا طبعا هاي طريقتي انا في الفحص، تمام. طيب لسه ما خلصتش، بس هو ده يا وديع، تمام. خطرتي انا في الفحص، طبعا فيها معدن. احنا مهمنا الفراغ، اول شيء تعلموا على الفراغ انتم. سيبوكم من طرقنا وسيبوكم من قصصنا ماشي، تعلموا على الفراغ، وما بدنا شيء ثاني منكم، كويس. المعدن، ما المعدن هاي عندنا، ما تقدروا الله، ما نعود ولا نعلمكم عليها كلها، تمام يا اخوان. اشاره حلوه والله العظيم، انا مش على موعد معها قسما بالله العظيم، لا اعلم انه في اشاره جره هون، اقسم بالله العظيم يا اخوان لا اعلم وجود اشاره جره، لكن اشاره جره صحيحه 1000000%. هي شايفينها كيف جايه، طبعا غاطسه بهذا الاتجاه، شو هذا، هيك هي طبعا هيك، لكن غاطسه بهذا الاتجاه. وين رايحه؟ رايحه على اشاره اللجف، وكل الاحوال يعني كان نقدر نحلها، لكن احنا بنعطيكم تفاصيل الحل عشان انتم ما تتوهوا، تفاصيل الحل عشان توصلوا اشاره اللجف. لكن والله انا مش عم موعد معها الاشاره هاي، اقسم بالله العظيم يا اخوان، لكن اشاره روعه، وتكنيز موجود، وفراغ موجود. وشكرا لكم جميعا، وشكرا للتعليقات اللي بتعطونا اياها، وسامحونا الاخوان على المباشر من كثر التعليقات، مرات ما بنلحقش نجاوب، لكن احنا كويس انه احنا موجودين معاكم
على انه نعمل الفيديو مثلا مباشر عشان نتواصل معاكم كمان وكمان، عشان تضلكم في قلوبنا يا اخوان. ماشي، واللي اعطونا ديسلايك بنزعل منهم، واللي ما اعطونا لايكات بنحب نحط راسنا من فوق. وشكرا جميعا للمتابعة، واهلا وسهلا فيكم.